أنا الطابع البريدي المغربي وهذه قصتي. سلام يا أهل الطيب والعز، سلام يا أهل الخير والجود، سلام يا الزاير لهذا المكان، المتحف داري كيرحب بيك. صغيب أذنك وافتح قلبك وعينك، البريد المغربي كيتحدث ليك. مغامرة بشرية من عمق التاريخ، ضحت من أجلها أجيال وأجيال، وشاهد عليها أكثر من 600 قطعة معروضة من طوابع ومخطوطات ووثائق نادرة. المتحف داري تنشأ في سبعينيات القرن الماضي في قلب الرباط، في مبنى مصنف ضمن ثورات العاصمة، وتعاود تصميم ديالو من جديد في 2019 باش يستقبلكم في حلة جديدة بآخر التقنيات السمعية البصرية. البريد بالأمس، البريد المخزني، البريد تحت الحماية، البريد بعد الاستقلال، والبريد اليوم، كلها محطات لتاريخ البريد معروضة بالمتحف وشاهدة على أحداث مهمة كنت حاضر في الكثير منها. والعشاق الصغار كاين فضاء تربوي للإبداع والمعرفة، إضافة للقاعة للعرض فيها سلسلة من الطوابع والعديد من القطع النادرة. أنا الطابع البريدي المغربي، عشت أكثر من قرن بينكم، وقصتي اليوم باقة حية بفضل حبابي طوابعية اللي هم من عندي أحلى تحية. أنا الطابع البريدي المغربي، مجدي من مجدكم، هذا سلامي ليكم من عمق قلبي، كنقول ليكم يحيى المغرب بلادي.